أولا الأمن الوطني لا يقدر بثمن، وعندما يصبح أمن الدولة وأمن مواطنيها معرض للخطر فما فائدة الموارد إن لم تستخدم لهذا اليوم؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أمن اليمن، وأنا ذكرتها وهي هذا توجيه خادم الحرمين الشريفين، لا يقدر بثمن، ويجب أن ندفع الغالي والرخيص لإعادة الأمن واستقرار اليمن. لا نكون يمنيين أكثر من اليمن، ولكن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمر دول الخليج ومن أمن المملكة. مش ممكن المواطن السعودي يعني يقول وإحنا كان مالنا ومال هذه الحرب؟ هذا التفكير للأسف قاصر، ولا أعتقد أن المواطن السعودي يفكر بهذه الآلية. النار التي في بيت جارك إن لم تكافحها ستصل إلى بيتك، وكلنا عانينا من القاعدة. من منا لم يعاني من تفجيرات القاعدة في مساجد المملكة العربية السعودية؟ من أين كانت تأتي هذه الأسلحة والذخائر؟ تأتي من اليمن. الحدود الأكثر خطورة بالنسبة لنا هي حدود الجنوبية مع اليمن. إذا يجب أن يعود الأمن واستقرار اليمن حتى يأمن المواطن السعودي. اليوم مصر مهتمة بالوضع في ليبيا، لماذا؟ لأن أمن مصر من أمن ليبيا، أو أمن ليبيا من أمن طبعاً مصر. طبعا الدول المتاخمة لك إذا أصبحت غير مستقرة ستنتقل هذه الفوضى إلى بلدك، ولذلك هذا الموضوع التكلفة غير مطروح. لا نختلف أن العمل العسكري مكلف، ولكن التقاعس عن تنفيذ العمل العسكري كان سيكون أكثر كلفة. لا يمكن أن نرى في خطورة ولا نواجهها، وكلما سكتنا يوما عن يوم تصبح كرة الثلج تكبر وتكبر ويصبح معالجتها صعبة. وهذا ما نذكره للأصدقاء الغربيين، نقول لهم تقاعستم عن العمل في ليبيا وكبرت الكرة الثلج واستفحل الأمر وأصبح هناك داعش، ثم عدتم الآن لمحاولة الإصلاح وأصبح الأمر أكثر صعوبة منذ لو واكبنا العمل بعد هزيمة قوات القذافي وأنشأنا حكومة وواكبنا هذا العمل. كذلك الوضع في سوريا، الجميع يعلم أنه كان تقاعس غربي كبير، وبل أقول المجتمع الدولي كاملا، عن الوضع في سوريا. متى تحركت الدول الغربية؟ عندما وصل المهاجرين إلى دولهم وأصبحوا يمثلون بالنسبة لهم عبء، بدأوا يتكلمون عن سوريا. ولذلك نحن نقول التحالف عندما بادر بهذا العمل لم يكن التكلفة إحدى عوامل تقييم العمل، الأهم هو الأمن الوطني واستقرار أمن المنطقة. على اعتبار حضرتك بترفع شعار يعني ما نخسره الآن يمكن أن نخسر أضعافه إذا تهاوننا أو إذا تركنا هذا السرطان ينتقل.